صحة شربتكم وإن شاء الله تفور مريض. المقابلة كنا نحوها بتكون صعبة لأنه أولا نحن مطالبين وأنه مش نجازف شوية. ثاني حاجة عشان أبو ضد المتصدر الكونسي فريق كبير فريق أفريقي معناها عنده تقاليد يلعب قدام جمهور وشفنا جمهور اليوم معناها كيفاش معناها دز معناها للآخر أكيد جدا وأنه بتكون مقابلة صعبة. قسمنا المباراة تقريبا شوط أولاني كنا تقريبا معناها تحكمنا في الكرة في بعض الأوقات عندنا بوزيسيون باهية وصلنا لقدام خلقنا فرصة واثنين. دوزيام ميتون عملنا 15 مينوت تقريبا باهية 20 مينوت ماكسيموم بعد 20 مينوت خذت إسبيرونس اللعب تقريبا تعرف زادا كيما نحن كيما إسبيرونس ثم صيام بالطبيعة ولو تلعب في الليل ما يتصيام اليوم 10 يوم تقريبا في رمضان مع لي زونترومون مع تأثير المقابلات أكيد جدا وأنه باش تكون شوية ثم رولاشمون خاصة في 10-15 دقيقة الأخرانية. أني تري كونتون فاش في التصرف نتاع اللاعبين لأنه كي تخرج تلعب مباراة كيما هكا كنا نأملوا أنه روح بثلاثة نقاط ولكن ضد فريق من المرشحين معناها للنيل اللقب هذايا واللعب الأدوار الأولى في اللقب هذايا نخرجوا قدام الجمهور هذا روح بنتيجة إيجابية في الأخير. دونك الفريق قاعد يقدم بشوية بشوية قاعدين نمشيو معناها خطوة خطوة للهدف نتاعنا الأولاني هو وأنه نتعداو الانكار دو فينال هذايا دو سيزون ورا بعضهم انكار دو فينال نحاولوا نتعداو المرحله هذيا نمشيو للدمي فينال ومن بعد دمي فينال تعرف كل شيء معنا ممكن عندنا اون ايكيب كي بروغريس كل ماتش قاعد تقدم خير كل ماتش قاعد الجروب معناها قاعد يبرهن وانه عنده معناها مؤهلات وعنده معناها لاعبين وعنده ديزاتو اللي نجموا ينافسوا على الادوار الاولى ان شاء الله. الهدف نتاعنا كيما كل فريق نحن الهدف نتاعنا هو تتعدى من المجموعه بتسافر معناها تتعدى ساعات ديفيسيلمون ولكن تتعدى خير ما تتعداش حتى ولو تعمل فوليوم باهي. دونك المهم نحن الاوبجيكتيف حصل له انه تعدى من المجموعه تعدينا ثاني مجموعه عملنا روتور تقريبا دو فيكتوار وماتش نيول على الاكستيريور كونتر الليدر دونك سي با فاسيل. دونك ممكن في الذهاب بعد معناها وهذا ثم حاجه اخرى بوزيتيف معناها الجروب الكل هو لا فورز مونتال بعد ما تخسر دو ماتش دو سويت معناها تخسر على ارضيه ميدانك ثم تتنقل للمريخ وتخسر مقابله بعد انتصار اول في اول جوله ضد الزمالك اكيد جدا باش تمثل مورال مان ولكن اللاعبين هنا ظهروا فورت كاركتير. دونك انا كاني دو ماتش دو سويت اللي هما الزمالك والمريخ ومن بعد نخرجوا كيف كيف الاسبيرونس قدام جماهيره في ارضيه ميدانه تعمل مقابله معناها تروح بنقطه اكيد جدا انه هذا كله ايجابي بالنسبه للاعبين بالنسبه للمجموعه يزيدهم ثقه اكثر بالنسبه لل انه ادفيرسير كما قلت انا كنت تذكروا معناها قبل المقابله في الكونفرنس دو بريس في المؤتمر الصحفي قلت أنا ممكن لافونتاج نتاع الكلاسمون الاولاني هو وانك في رسوا معناها الماتش روتور تلعبوا في بلادك وهذا هي تريز امبورتون. بقينا لي زادفيرسير كل متخيله ممكن ثم زوج ثلاثه فرق اللي عندهم تقاليد اللي هما معناها داخلين مرشحين باش يلعبوا التيتر ولكن بقيه الفرق كل هذوما احسن ثمانيه فرق في افريقيا توا في اللحظه هذيا. دونك احسن ثمانيه فرق في افريقيا هم المترشحين. دونك اكيد جدا وانه الفرق كلها عندها حظوظها وعندها ديزاتو نتاعها بيان سور ثم دور تروال كلوب اللي هما عندهم افونتاج لانهم عندهم تقاليد في المسابقه هذه وعندهم خبره بالمسابقه هذه. اي هو كل مقابله سوء ما ثماش فريق يخرج برا قاعد يفرض التسكيل نتاعه ويفرض فيه على ثمانيه فرق ما عدا يمكن فريق اللي هو هجوميا وحتى الفريق هجوميا اللي هو سان داونز تقريبا فرض فيه ثلاثه مباريات حتى كيخرج على الاكستيريور دونك يعمل ان زون نتاع ريكوبيراسيون شويه كي خاطر عنده دي جوار رابيد ولكن بالنسبه لنا احنا بيان سور على ارضيه ميدان قدام جمهور كيف شفنا اليوم الاسبيرونس اكيد جدا وانه مطالب وانك باش تمشي لقدام مطالب وانك باش تعمل لعب مطالب باش تلعب لاتاك بلاسي بار كونتر وقت تخرج البارا معناها بيان سور تعمل بيتر الزون دو ريكوبيراسيون طايحه شويه وتلوج على لاتاك رابيد هذا كله سي استراتيجي وقراءه وشفنا نجحنا في في في, في, في تقريبا بنسبه 70% لانه يعني لما تخرج الزمالك وتنتصر على الزمالك في, في 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 مصر كيف كيف تجي الطريق التونسي وتخرج بنتيجه نتيجه تعادل. المريخ الوحيده اونتر جيمي لانه ما نحبش نحكي قد ثم حكايات اخرين صاروا ولكن كل مقابله واستراتيجيه نتاعها وكل ارضيه ميدان زاد الاستراتيجيه نتاعها لانه اليوم تلعب ضد الترج تلعب كونتر ايكيب ناسيونال ايكيب ناسيونال كلها ايكيب ناسيونال شنو يا اما في تونس يا اما ليبيا يا اما الجزائر.
Merci. D'autres questions, s'il vous plaît. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالطبيعة معناها مقابلة ضد الترجي في أرضية ميدان وكنا نحن كنا جايين معناها عملنا بون استراتيجي نتاع مقابلة قسمناها كنا معناها نأملوا أنه ننتصروا ولكن في الأخير معناها مقابلة ضد معناها قدام جماهير كما هكا ضد الترجي التونسي بكامل نجومه تقريبا كيف كيف نحن اليوم لعبنا ناقصين اليوم عندنا بوراس اللي هو عنده دو زافيرتيسمون اللي هو اني لي مو معناها تريز امبورطون في استيران خلينا مرتاح بالخير كيف كيف استحفظنا به حتى بزميتون سالمي كيف كيف موجود البرا بالخيطر الظهير الايمن خليناه معناها لانه مصاب كان ينجم يلعب اليوم وتفادينا المجازفه اكيد جدا المقابله بالنسبه لنا احنا مقابله خاصه نجموا معناها نجموا نبنيوا عليها كما هي كما قبل الذهب اليوم مقابله في اجواء حماسيه كبيره في ادوار معناها في دور معناها نتاع زوز فرق كبيره شفنا تحملنا الضغط جاونا كيلكو زوكازيون بريمير ميتون كنا باهين زي ميتون لعبنا تقريبا 15 دقيقه ولكن بعد فريق الترجي التونسي خذا اللعب ولكن الحمد لله تعدينا معنا سلامات الحمد لله روحنا بنقطة أوكي كنا نحبوا على ثلاث نقاط ولكن نقطة ترضينا في الادفرساري اللي قدام لا يشوف هو من مش توا معناها من قديم معناها المدرسة التونسية معناها قاعدة تبرز معناها ناهيك معناها الاسامي تعرف الاسامي باش ما ننسى حتى واحد الاسامي اللي سبقتنا كلها عملت في كل الدوريات الدول الخليجية في ليبيا في ممكن الجزائر اللي ما كانش فيها موجودين معناها فهمت ولكن اليوم شفنا معناها هذا معناها برهان وأنه الكفاءات التونسية لما توفر لها الأمور لما تكون معناها عندها إحاطة تنجم تبرز تنجم نجاح طيب إن شاء الله معناها نكملوا في المستوى هذا. إلى أي مدى ممكن يكون شباب بلوزداد موجود في الأدوار المتقدمة في هذه البطولة الشامبيونز ليغ؟ والله كيما في حضورنا كيما الفرق الكل لانه انا شفت الفرق بيان سي بالطبيعه ثم فرق مرشحه هذا اكيد المرشحه نظرا للتاريخ نتاعها في المسابقه هذه نظرا للتقاليد نتاع المسابقه ولكن انا كي تفرج تشوف المقابلات الكل تشوف المستوى دونك عندنا مستوى اللي اهلنا وانه نمشيو خطوه خطوه تو نمشيو للكريم معناها نمشيو للمربع الذهبي ننجحوا ان شاء الله نتعداو المربع الذهبي من بعد لكل حادث حديث ما عندنا حظوظ ويفرق كيما نسكن نبيل خويا نبيل خويا انا قلت له غادي كان يجي بحدايك معناها حاضر شويه شقا الفتره في الكونفرنس اللي صارت نبيل خويا معناها عندنا نتكلموا ديما حتى وقت اللي كان هو مش موجود معناها مش موجود في تونس ولا انا كيف ديما نتكلموا دونك ان شاء الله ربي يعاونه ربي يوفقه وان شاء الله نتقابلوا فينا علاش لا ان شاء الله.